كيف ممكن تنشأ داتابيس وجداول خاصة فيك وتحط البيانات بشكل يدوي أو عن طريق ملف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في الجزء الثاني عن أوامر ال أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة وسلامة شكرا على دعمكم اللطيف وشكرا بيومين جبنا ميت لايك شكرا لكم يا مقدر ثقتكم فيني ومقدر دعمكم اللطيف بهذه السلسلة وإن شاء الله راح نستمر فيها اليوم إن شاء الله مثل ما شفنا في البدايه راح نسوي بيسز وراح نسوي جداول واشياء كثيره عمليه ان شاء الله راح تستمتعون في هذا الفيديو باذن الله لا تنسى انك تحط لايك يا بعد عيني وتشترك في القناه اذا انت ما مشترك وجديد على هذه القناه القناه هذه مختصه في اختبار اختراق ثغرات ادوات شروحات كل شيء يجوز لك فاشترك يا حبيبي وفعل زر الجرس عشان اول ما نزل فيديو يجيك دايركت اي صح انشر الفيديو لاخويك عشان يستفيد وعشان تسعدني وتدعمني ما راح نطول عليكم اتمنى من كل قلبي يعجبكم الفيديو ودعمكم اللطيف هذا الجميل برضو في الفيديو هذا اتمنى نجيب 100 لايك باسرع وقت عشان تستمر السلسله عشان اشوف حماسكم اذا شفت فيه لايكات كثيره اشوف انكم متحمسين للسلسله هذه وتبون فيديوهات اكثر ما راح نطول عليكم خلاص نترككم مع الفيديو طيب الحين ايش رايكم نسوي لنا داتابيس جديده ونسوي جدول ونحط بيانات فيه اشوف الصراحة فكره جدا ممتازه الان ممكن احنا نحذف البيانات الموجوده كسرول ال وراح ينحذف كل حاجه لو نقول شو داتا بيسس راح نظهر الداتا موجوده طيب نبي نسوي داتا كيف في البدايه راح نحط امر اسمه كريت كريت يعني انشا ابيك تسوي لي تسوي ايش نسوي داتا طيب الداتا Database خلاص نحط مثلا سيمي كولوم نحط انتر وش راح يقولنا يقول لنا طيب اوكي تبي انت تبي تسوي داتا بس وش اسم الداتابيس Database اللي تبي تسويها مثلا نبي نسوي داتا لحق كوفي تمام ممتاز نسمي الداتا Database كوفي الحين نشوف هل الداتا Database سويناها موجود ولا لا شو داتا بيس راح نلاقي كوفي في الاولى ممتاز طيب خلينا ندخل الداتابيس ونسوي امر شو تيبلز عشان نشوف التيبلز الموجوده داخل يوز كوفي ممتاز بدون سيمي كولوم عشان لان الحاله ما في امر ثاني عادي تبي طيب تحط ما تحط عادي تمام ونبي نشوف التيبلز الموجوده شو تيبلز اوكي ما في اي جدول لانه احنا لسه اصلا تونا سوينا التيبل ممتاز طيب نبي نسوي جدول جديد كيف ممكن احنا نسوي الجدول راح نستخدم امر كريت او انشاء مرة ثانية كريت طيب كريت انشئ لي وشو هالمرة نبي تيبل وش راح نكتب تيبل طيب وش اسم التيبل اللي تبيه يا ياسر والله مثلا ابي والله تيبل نقول امبلوي تمام طيب نقدر في الاسم عادي يكون فيه سمول او كابيتال عادي تمام طيب خلاص كذا نحط سيمي كولوم وانتهى الموضوع وش راح يجينا يقول انت لسه ما اضفت شيء وش اللي راح نضيفه راح نضيف الكولومز الموجوده او العمود في الجدول تمام وش راح نسوي نفتح القوس وراح نضيف اول كولوم مثلا نقول نبي اللي هو نيم اسم اللي هو الموظف عندي تمام بعدها راح اختار اللي هو فار تشار طيب وش الفار تشار يا ياسر هذه خلينا نشرح لكم بشكل مبسط وش هو الفار تشار طيب وش الفار تشار بكل اختصار عندنا فار تشار تمام نبي نقول الفار تشار نقول عشرين يعني نبي نسوي العشرين ونبي نحط داخل القيمة مثلا نقول ياسر ممتاز ياسر كم حرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تمام يعني هي ستة بت ممتاز من كم من عشرين حلو كم اللي يبقى من البت هذه منطقيا احنا اخذنا ستة من عشرين راح يبقى عشر صح؟ طيب عندنا برضو اللي هي تشار ونقول مثلا عشرين نفس الشي طيب التشار عشرين هذه مثلا نقول برضو ياسر اللي هو كم بت برضو اللي هو ستة بت ممتاز طيب كم الباقي من العشرين باقي صفر ليش الحين في ياسر هنا راح يكون بهذا الشكل ياسر راح ياخذ ستة بت بس والباقي راح يكون ايش راح يكون هو 14 14 بت خلاص ياخذ على كل حرف بت والباقي 14 طيب هذه كيف ممكن انها راح تكون صفر لانه احنا لو قلنا ياسر تمام يعني راح تاخذ 6 بت صح مثل ما اتفقنا كيف ممكن انها راح تكون صفر لانه هذا ياسر ممتاز ياسر راح ياخذ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 14، 16،, 16، 17،, 17 18 19 20 راح ياخذ بعدها مسافات Babylon)> بيحجز مكان هنا 14 بت راح تكون مسافات لو استخدمنا تشار لكن لو استخدمنا فارتشر راح يستخدم ستة بت وراح يبقى أربعة عشر تمام؟ لو احنا أخذنا مثال ثاني نقول هنا المثال الثاني نقول مثلا علي كم راح ياخذ بت؟ راح ياخذ بت كم؟ مثل ما قلنا احنا اتفقنا راح ياخذ ثلاثة بت. كم يبقى منه؟ راح يبقى صفر ليش؟ لأنه يعني بعد علي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11, ثلاثة عشر خمسة ستة عشر عشر ثمانية ممتاز راح يحجز مسافات عند ياسر وراح يحجز مسافات عند علي هذا هو فرق بين الشار شار طيب حاجة ثانية لو أنا هنا حددت عشرين حرف والرجال الطيب أخذ أكثر من عشرين حرف وش راح يجي إيرور إحنا نحدد المسافة او الكميه الموجوده لكل بيت راح يكون المساحه من واحد الى 255 المسموح لك هنا بامكان احنا نروح نحط 255 بيت هذا هو الماكس تمام نرجع هنا طيب الاسم حقه ممكن كم ياخذ حرف بشكل يعني افريج نقول مثلا 20 كماكسيموم ممكن احد يحط الاسم الاول الأسم الثاني له اللي هو اسمه او الاسم الاخير فممكن راح ياخذ 20 حرف مع المسافات المسافات تحسب مثل ما قلنا طيب وش برضو نحتاج من الامبلويز الايج تمام الايج راح نختار هو انت الانت حرفيا رقم يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة لما تحط string ما راح يقبل ممتاز الإيج غالبا راح نحط اثنين هو الماكس، ليش؟ لأنه واحد راح يكون عمره 14، 15، 25 لين 99، فما في امبلوي بالعقل انه راح يكون اكثر من اثنين، ممتاز؟ طيب، عندنا برضو اللي نحتاجه الجندر، ممتاز؟ الجندر ممكن احنا راح نحط ونستخدم اللي هو شار، وراح نقول الماكسيموم حق الاحرف ستة، ليش؟ لأنه في ميل وفي فيميل، ما في شي ثاني غيره، فراح يكون ستة هو الماكس، تمام؟ طيب. برضو وش راح نحتاج من الامبلويز؟ الديت او نقول بير تمام؟ العمر حقه ممتاز؟ فراح نستخدم داتا تايب اسمه ديت بهذا الشكل فقط لا غير تمام؟ الديت راح يظهر راح نوريكم كيف الميثودولوجي راح ياخذها في الديت تمام؟ برضو الشيء الاخير ممكن راح ناخذ منهم اللي هو مثلا جوب اللي هو الجوب حقه ايش؟ تمام؟ هو في الكاشير ولا هو اللي يسوي الكوفي الى اخره تمام طيب الجوب وش راح نستخدم مثلا نقول شار وراح نقول الجوب ممكن اكثر شيء في الحروف اللي هو الجوب عشرة طيب خلاص كذا اي خلاص راح نحط اللي هو semi column اخر شيء وبعدها enter كذا احنا سوينا التيبل اللي اسمه امبلويز ممتاز وحطينا القيم الموجوده هذه ممتاز طيب وش راح نشوف نشوف الحين التابلز هنا نقدر نحط سيمي كولوم عادي لو راح سطر ثاني طيب راح نلاقي تيبل اللي هو امبلويز نكتب ديسكرايب واسم اللي هو الجدول بس بامكاننا نختصر الشيء نكتب ديسك بس وراح يظهر المعلومات مثل ما حددنا الفيلد نيم 20 حرف الفار تشار الايج عندنا انتجر تمام رقمين فقط الجندر وحطينا تشار المسافة ستة مسافات وعندنا البرتي هو الديت والجاب هو التشار برضو عشر احرف طيب كيف ممكن نحط البيانات في طريقتين بامكاننا احنا نحط البيانات بشكل يدوي عن طريق الكوماند لاين الان او انه نحط البيانات كلها داخل الملف ونحمل الملف ونحطه في الداتابيس اول طريقه ممكن عشان نضيف البيانات نضيفها عن طريق الكوماند لاين وش راح نكتب راح نكتب اللي هو insert into بمعنى راح نضيف الى نضيف لمين وش نضيف راح نضيف للتيبل حقنا وش اسم التيبل اللي هو الامبلوي ممتاز طيب وش راح نضيف للتيبل هذا values قيم، ممتاز. بعد وش راح نسوي؟ راح نضيف القيم هنا. عشان نضيف القيمة لازم نحط Single Quotation. أول قيمة هو النيم مثل ما تشوفون أول وحده هي النيم اسمه إيش؟ نقول مثلاً ياسر. فاصلة. مسافة. Single Quotation. راح نقول عمره إيش؟ عمره 29 فاصلة. مسافة. Single Quotation. الجندر نقول ميل فاصلة. مسافة. Single Quotation. الBirthday مثلاً نقول 1995 أو 94 مثلاً وراح يكون الميثودولوجي حق الديت بهذا الشكل داش، لازم نمشي على الميثودولوجي الموجودة داش، كم الشهر الموجود؟ الشهر مثلاً نقول أربعة اليوم مثلاً 17 ممتاز؟ خلصنا كذا؟ لا باقي الجوب، الجوب إيش؟ سيلر ممتاز؟ هذا شغلته إنه بائع طيب، خلصنا كذا؟ إي خلصنا، خلاص نحط السيمي كولوم وراح نضغط انتر وش راح يقول كويري اوكي ون رو افكتد تم اضافه او في رو او صف من هالصفوف هذا الشكل صار له شيء نشوف البيانات الموجوده كيف راح نشوف البيانات الموجوده سلكت راح ناخذ كل حاجه اللي هو راح نستخدم النجمه فروم من التابل شو اسمه اللي هو امبلوي وش راح يطلعنا هنا اضفنا رو اللي هو البيانات ياسر النيم الايج 29 الجندر ميل والبيرثي حقه 1994 17 4 والجوب اللي هو سيلر طيب الطريقه الثانيه كيف ممكن نضيف البيانات عن طريق فايل وهذا اسرع اكثر من انك انت تكتبها بشكل يدوي لانه احنا راح نكون عندنا بيانات ضخمه نضيفها في الداتابيس بشكل سريع بس معلومه بسيطه هنا راح يكون المعلومات حق الامبلوي عشان نحصل المعلومات والداتابيس الموجوده لازم نستخدم الكويري رأسك براسك لازم نستخدم كويري عشان نظهر المعلومات قبل ما نضيف المعلومات عن طريق الفايل بجرب حاجة معينة ونقول select نبي ناخذ النيم وناخذ الجوب فقط لغير كيف ابي يظهر بس النيم والجوب وش راح نكتب راح نكتب نيم الاسم الكولم نفسه فاصلة مسافة الجوب ممتاز كذا بس نبي ناخذ تو كولمز من التيبل هو امبلويز ممتاز وش راح يظهر لنا؟ راح يظهر النيم والجوب فقط لا عشان نضيف البيانات من طريق الملف لازم نسوي الملف في البداية. ممتاز؟ احنا الآن في الروت تمام؟ لازم ننتبه للمسار لأنه احنا راح ناخذ الملف من المسار نفسه. وش راح نسوي؟ تكتب نانو أو تكتب كيدت اللي يريحك. أي تكست اديتور مرتاح معه. ممتاز؟ احنا راح نسوي جي اديت وراح نسمي الملف مثلا انفو اوكي دوت تكست طيب احنا هنا راح نكتب البيانات البيانات ايش راح نقول مثلا الاسم علي راح نصغرها شويتين عشان تكون واضحه عندكم ممتاز في البدايه راح نكتب الاول اسم نفس ما سوينا هنا اول شيء الاسم الاول بعدين الايج بعدين الجندر بعدها البرتي بعدها الجوب تمام راح نلاقي هنا علي ممتاز بعد ما نكتب الاسم الاول او المكان الاول هو النيم راح نضغط تاب ممتاز لازم نضغط تاب ولا ما راح ينفع ولا راح يقبلها ممتاز طيب الحاجه الثانيه اللي هو الـ age كم عمره مثلا 24 تاب وش الجندر ميل ممتاز تاب طيب البيردي حقه ايش 1999 مثلا ولد في عام 6 ويوم 19 تاب طيب وش الجوب حقه ممكن في الكاشير شير اذا ما خبطني ظني كذا طيب احنا حطينا رو الامبلوي الثاني نقول انها بنت نسميها ساره ممتاز تاب عمرها 27 الجندر فيميل تاب ال وخمسة 1995 شهر ثلاثه اليوم مثلا 14 ممتاز وش الجوب حقها؟ باتريتا ممتاز طيب نضيف الامبلوي الاخير ولنقول مثلا اسمه محمد طيب كم عمره راح نشوف اختلف لانه اسمه اخذ مساحه بس نضغط تاب عادي انا تعمدت اخذ اسم طويل طيب وكم عمره نقول عمره 18 ونقول نقول عمر 19 ممتاز الجندر ايش ميل طيب البرثدي ما ادري الصراحه البرثدي العمر 18 ترى البيت ترى جايبهم من كيس هنا <applause> طيب البرثدي مثلا نقول 2001 شهر 5 و 13 وش هو الجاب برضو بس تاريته. ممتاز طيب وش راح نسوي نضغط اللي هو سيف او كاترول اس وراح نقفل ممتاز طيب احنا كتبنا الانفو او سوينا الانفو في هذا المسار كيف راح نعرف المسار بي دي هذا هو المسار هوم ياسر يعني راح يكون المسار هوم ياسر لانه انا اسمي ياسر راح يختلف على كل واحد منا راح تشوف المسار حقك بعدين وش اسم الملف انفو دوت تكست راح ننسخ المسار هذا نجي هنا وش راح نكتب في البداية راح نقول لود يعني حمل طيب تحمل ايش داتا الداتا هي لوكل ممتاز الداتا هي لوكل مهم احنا نكتب على كل امر عشان يزبط معنا طيب الداتا هذه وين موجودة ان فايل طيب الفايل حقك هذا وش المسار single كوتيشن كوتيشن ونلصق المسار اللي احنا اخذناه ممتاز طيب بعد ما حطينا المسار وش راح نكتب بعدها طيب الداتا اللي اخذتها من الفايل وين تبي لو سمحت انتو ممتاز طيب انتو وين اللي هو تيبل طيب وايش اسم التيبل اللي هو ام طيب بكل اختصار يعني كانه تسولف معه أول شيء ابيك تحمل لود داتا حمل لي الداتا اللي هي لوكال الموجوده ملف الملف هذا هو المسار الى تيبل اسمه امبلويز نضغط انتر وش راح يقول اوكي 3 رو افكتد ريكورد ثلاثه ريكورد تم اضافته ممتاز في زيرو ديليت زيرو سكيبت و زيرو ممتاز طيب كيف ممكن نشوف البيانات بكل اختصار نفس ما سوينا احنا سلكت نجمه فروم نكتب الاسم كويس امبلويز ممتاز وش راح يطلع لنا اضفنا الثلاثه الجديده هذا اول ريكورد حطينا ممتاز واحنا اضفنا الثلاثه واحنا اضفنا الباقي علي عمر 24 ميل هذا البرتي الجوب هو الكاشير ساره عمرها 27 فيميل البرتي حقها وهي باستريتا ومحمد عمر 19 الميل هذا داي وشغله باستريتا طيب احنا نبي نجيب بس اللي هو نيم ممتاز نبي نجيب اللي هو برضو راح نجيب اللي هو الايج عشان نعرف مثلا انا الحين ابي بس استخدم او اخذ البيانات هذه أه سواء احنا راح نستخدمها في الويب سايت لانه في الكويري الحين راح نستخدمها يعني باخذ النيم ولا الايج تمام عموما راح نستخدم نيم والايج وراح نقول اللي هو جوب اوكي فروم وش اسم التيبل employee وش راح يطلع لنا اللي حددنا فقط نيم ايج وجوب لكل واحد منهم ممتاز طيب على اخر حاجه احنا نبي نشوفها نبي نحذف التيبل هذا خلاص احنا جبنا العيد في التيبل هذا او ما نحتاج التيبل هذا وش راح نسوي بكل بساطه دروب تيبل طيب احنا نسوي دروب طيب دروب يعني تشيل او تطيح بمعنى تسقط بالعربي الفصحى عشان توضح لكم تمام دروب طيب؟ يعني احذف تحذف ايش تيبل طيب شو اسم التيبل تبي تحذفه يا شاطر امبلوي ممتاز وش راح يقول اوكي كيوري اوكي طيب خلينا نشوف التيبلز هل هو انحذف ولا شو تيبلز ما راح نلاقي التيبلز طيب شو داتا ممتاز هذا الداتا بيس الموجوده نبي نحذف الداتا بيس حقه الكوفي كامله اللي احنا سويناها من البدايه كيف بسيطه دروب حرفيا يعني الاوامر كانك تسولف مع الداتا بيس تمام دروب وش تبي تسوي دروب نبي نسوي دروب للداتا بيس لو سمحت طيب وش اسم الداتا بيس اللي تبي تسوي له دروب كوفي تمام وسيمي كولوم. سويناه دروب نشيك شو؟ داتا بيس ما راح نلاقي كوفي راح نلاقي هوتيل الى اخره كذا احنا عرفنا الاساسيات كيف ممكن نستخدم السلكت وكيف نحلل ونجيب اكثر من كولم محدد من تيبل معين كيف نضيف البيانات عن طريق الكوماند وكيف نضيف البيانات عن طريق فايل، اشياء اساسيه احنا اخذناها وراح تساعدنا ان شاء الله في الاسكيل انجكشن. وبس كذا انتهينا المقطع، لا تنسى تحط لايكك يا حلو واشترك في القناه اذا عجبك الفيديو، عجبك الفيديو؟ ها؟ عجبك؟ عجبك؟ <applause> حط لايك وحش واشترك في القناه عشان الفيديوهات الجديده جديدة وتنزل ترى راجعين بقوه ها؟ يلا السلام عليكم.